نستأنف حديثنا حول كتاب الله جل وعلا نور البصائر والقلوب مع الآيات المتعلقة بالسحر وبآثاره السلبية على صاحبه أي الساحر والسحرة، من قول الله جل وعلا: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبيس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير خير لو كانوا يعلمون. سبق بيان على قدر اليسر والوسع بيان حقيقة السحر كما جاءت في كتاب الله جل وعلا وحقيقة صنع الشياطين وتبرئة الملائكة مما نسب إليها في الإسرائيليات التي وردت في بعض الكتب على قدر ما يسر الله جل وعلا من البيان. نخلص اليوم إلى نتيجة الأمر بحول الله من هذه الآية ثم ننصرف بعدها إلى غيرها إن شاء الله، مع أن القرآن لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد كما هو معروف، يعني لا يمكن أن يقال إننا قد أحطنا بما في هذه الآية من العلم فهذا مستحيل، بل لا يجوز شرعا أن يدعي أو يزعم أحد أنه قد فسر الآية الفلانية وشفى وكفى بما لا يستطيع أحد بعده أن يأتي به، فهذا يعني خطأ عقدي مشكل في العقيدة دياله بعده، لأن الآيات هي من علم الله جل وعلا ومن كلامه سبحانه ولا يحيط أحد بكلام الله جل وعلا أبدا، وإنما يذكر المؤمن ما يسر الله جل وعلا من البيان والتفسير على قدر ما ورد في ذلك من تفسير من القرآن للقرآن وعلى قدر ما ورد من السنة النبوية الصحيحة وما أثر عن الصحابة الكرام، ثم قبل هذا وبعد هذا يعني في العموم ما تسمح به لغة العرب، ما تسمح به لغة العرب أي قواعد العربية، لأننا أمرنا أن نفهم القرآن على وزان ما ينطق به اللسان العربي، والأزمنة والأمكنة لها دور في الكشف عن بعض حقائق القرآن الكريم بإذن الله، الله عز وجل والذي يأذن في هذا أو لا يأذن. كثير من الحقائق القرآنية يعني لا تفهم إلا بعد مرور أزمنة واكتشاف حقائق وقضايا، ماشي غير القرآن حتى الحديث النبوي الشريف، هذا العدد ديال الأحاديث ما تفهم إلا في هذا الزمن، هذا الفهم الحقيقي ببعض الأحاديث خاصة بعض أحاديث الفتن وبعض الأحاديث الأخرى لا تفهموا إلا على وجهها الحقيقي إلا في هذا الزمان. كثير هذا موجود وقد تحدثنا عنه يعني كثيرا، يعني أحاديث كثيرة اللي كتفهم مزيان في ضوء بعض الفتن المعاصرة كفتن الإعلام وغير ذلك كثير، وأيضا القرآن من باب أولى وأحرى يعني الكشوف العلمية والحقائق التحولية أو التحولات الاجتماعية الكبرى التي تحدث في هذا الزمان وربما فيما يأتي من أزمنة أخرى تكشف عن حقائق وأسرار، والقرآن كله أسرار، القرآن كله أسرار، ستبدي لنا الأيام بحول الله أو للذين بعدنا حقائق أخرى من كتاب الله جل وعلا لم تتح للذين سبقوا أو لم تتح لهذا الجيل بسبب أن الحكمة من الآية أو يعني الحكمة من بعض الآية، لأنه حكم الآيات كثيرة جدا، لا يمكن الزعم بأن الآية الفلانية لا حكمة واحدة، قد تكون لها حكم متعددة، فيبدي الله جل وعلا لجيل بعض الحكم مما يصلح له في زمنه ويخفي عنه حكما أخرى لا تصلح له تبقى لأزمنة أخرى. من بين ذلك الأمثلة اللطيفة الواردة في السنة الصحيحة أن أعرابيا بدوي زمن سيدنا محمد جاء إلى رسول الله وقال له: يا رسول الله خبرني ما بال الهلال يبدو خيطا رقيقا ثم يكبر يكبر حتى يصير بدرا، كيفاش هذا القمر كيكون واحد الخويط كيطلع ويبدا يكبر يكبر حتى كيولي قمر مدور؟ فنزل قول الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج إلى آخر الآية. العلماء قالوا في تفسير هذه الآية في الجواب، في الجواب نقد للسائل، يعني الله تعالى انتقد هذاك السائل قال له ما كانش خصك تسول على هذه الظاهرة، هذه الظاهرة ظاهرة فلكية كونية وجودية، وإنما كانت تسول أشنو يعني أنت كتستفد من هذه الحركة ديال القمر أو حركة الأرض والقمر في علاقتهم بجوج في علاقتهم مع الشمس. قل هي مواقيت للناس،
والحج أي الذي ينفعك أيها الأعرابي في زمنك هذا وينفع الناس بعدك من العلم في هذه المسألة لحد الساعة، هو أن تعلم أن هذه الحركة تفيدك في حياتك أنها تصنع الزمان. حركة الأفلاك، حركة الأفلاك، حركة الأرض معروف الآن وقبل الآن، حركة الأفلاك عنها ينتج الزمان، حركة الأرض وحركة القمر، وتحدث أشياء كثيرة جدا من تنظيم حياة الإنسان، من الفلاحة والزراعة والإدارة وقبل ذلك وبعده والعبادات، كلها موقتة بالأزمنة، والأزمنة هي ناتجة عن حركة الأجسام اللي هي الكواكب والنجوم. قل هي مواقيت للناس والحج. سبحان الله، هذا الجواب جاء فيه أمران، وأستسمح عن هذا الاستطراد فقط للبيان ما دمت قد ذكرته. الله عز وجل قال قل هي مواقيت للناس، عود قال والحج، فالناس الناس بمعنى أنه يدخل في الاستفادة من الوقت والأزمنة والحساب الفلكي الناس، يعني المسلم يهودي نصراني مجوسي الناس، ويدخل في التوقيت المتعلق بالحياة المعاشية. قل هي مواقيت للناس أي توقيت الحياة المعاشية وتنظيم الحياة العمرانية في الأرض، توقيت الإدارة، توقيت الفلاحة والزراعة وما يتعلق بكل ما يستفيد منه الناس. عاود قال والحج، عاود مفيد للمسلمين بوحدهم من دون الناس، فيستفيدنا من توقيت العبادات جملة، وأعطانا واحد الرمز اللي هو الحج، لأن الحج معروف موقت بوقت سنوي لا يتكرر إلا في السنة، وعليه التبنات، يعني رب العالمين أشار به إلى سائر الأوقات الأخرى أي الصلوات ورمضان وغير ذلك، لأن الحج فيه يوم معروف هو عرفة، من فاته غروب شمس ذلك اليوم فقد فاته الحج، ولذلك قال الحج عرفة في الحديث الشريف، يعني خصو ما قبيل الغروب، يعني ديك الربع ساعة ديال الغروب ديال قبل الغروب الأصيل بالأحرى، ربع ساعة ديال الأصيل الأخيرة من يوم عرفة، على الأقل كنقولوا على الأقل خصو يكون حاضر في ساحة عرفات، فإذا غربت الشمس انصرف بعد ذلك إلى مزدلفة. وقول الله جل وعلا الحج أشهر معلومات، يعني مضبوط، فمن فرض فينا الحج إلى آخر الآية، فإذا هو فقط هذا رمز لتوقيت العبادات. فإذا حركة الفلك توقت الحياة المعاشية، حياة ديال الدنيا، وتوقت العبادة أيضا للمسلمين. فالمقصود من هذا أنه الله عز وجل يعني أجاب الأعرابي بما يناسبه ويناسب غيره، يناسبه هو في ذاك الزمان ويناسب المسلمين إلى يوم القيامة والناس أجمعين. لكن قلت يعني النبي عليه الصلاة والسلام ما بيلوش لذاك الأعرابي بما نص القرآن الكريم، يعني انتقد هذاك العربي بحال قال له كان خصك تسول على هذه الحكمة، ما تسولش على الظاهرة الفلكية. لما؟ لأن هذه تركت للاجتهاد، تركت للاجتهاد العقلي البشري، سيكتشفها، ولكن حينما يأذن الله بذلك وحينما يحتاج الناس، يحتاج التطور العمراني لهذه المعرفة، أما في ذلك اللحظة ما يحتاجينش لها. كثير من الأشياء سبحان الله العظيم تأتي في إبانها. العرب كانوا كيسرحوا فوق البترول، سرحوا فوقه وكانوا كيعرفوا ماشي ما كانوش كيعرفوا. الشعر العربي القديم أثبت أن العرب كانت تعرف المنافط، المنافط هي ذوك العوينات ديال البترول، وكانوا كيستعملوه في بعض الأشياء الحريق والإشعال، ولكن ما عارفينش الحكمة اللي فيه. سرحوا فوقه ويرعوا فوقه وما سيقلوا خبر أشنو فيه من أسرار. لكن جاء الوقت الذي أذن الله بأن تتحول الحياة البشرية ويتدفق العمران البشري ويتضاعف الخير، الخير كالضبل، ويتضاعف الشر توكي الضبل، فآذن الله ابتلاء للبشرية بكشف أسرار هذا المعدن النفيس المعروف. وهذا قيس عليه أشياء كثيرة في العلوم الطبية والعلوم الفلكية والفيزيائية كلها جميعا، ما آذن الله في شيء إلا لحكمة ولزمان معين ليقضي أمرا كان في العلوم. فهذا إنما هو بيان باش ما يبانش الإنسان أنه لما يكمل الآية ويدوزها راه كملها، لا، قد تبقى فيها أشياء يعني تصلح للناس في هذا الزمن لكن ما عندوش القدرة يوصلها، وقد تبقى فيها أشياء من أسرار الغيب، من أسرار الغيب لا يأذن الله للناس لكشفها ومعرفتها إلا في حين معين يأذن فيه. والمعرفة تنضج كما تنضج الثمار، المعرفة كالطب بحال التمرة اللي جات وقتها كتجنى، ما جات وقتها راه ما تجناش،
وبعض العلوم والمعارف لا تنضج إلا عبر سنوات أو عبر قرون. عاد كطب واحد المعرفة معينة وكيقطفها واحد الجيل معين، مع أن الأجيال السابقة كلهم ساهموا في إنضاجها، فلا تنضج إلا في وقت معين لأمرين عند الله عز وجل، لحكمة معلومة عند الخالق العظيم. ولذلك من يقول بأن هذه الحقيقة العلمية الفلانية أو القضية العلمية الفلانية يعني نهاية العلم، فقد ضل ضلالا بعيدا. بشهادة علماء العصر الآن معروف يعني في العلوم الفيزيائية الآن وغيرها كيتكلموا عن النسبية، ما بقاش اليقينيات المطلقة في العلوم المادية المعاصرة، كل شيء ولا نسبي، لأن العلم المطلق الوحيد هو علم الله سبحانه وتعالى، ما دونه كله نسبي، كله قابل زيادة والنقصان. وإذا أظهر الله علما للعباد فيظهره على قدر ما ينفع أولئك العباد لذلك الزمان ولذلك المكان. نعود إذن إلى ما نحن فيه من الآيات المتعلقة بالسحر، ولكن نقف اليوم عند الثمرة. هذا الشيء كله جبدتنا هذه العبارة ديال الثمرة، الثمرة اللي نفعنا في هذا الوقت على الأقل في مجلسنا هذا، وهي قوله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. هذا الشيء باش يختم رب العالمين هذه الآيات ديال سليمان واتهامه بالسحر وعلاقة الشياطين بالسحر: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، إلى آخر الآيات، كله كيتعلق بالضر والنفع. وإنما المتضرر هم السحرة أنفسهم، ويتعلمون ما يضرهم، مش يضر غيرهم، لا هم، ولا ينفعهم. ولقد علموا لمن اشتراه، يعني اللي باع نفسه وشرى السحر، باع آخرته وشرى السحر. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. الخلاق هو النصيب، ما عنده حق، ما عنده حق في الجنة، ما عنده حق في الآخرة التي هي المآل الطيب، ما عنده حق. إذن حقه العياذ بالله في الأخرى، نعوذ بالله منها. والله سبحانه وتعالى بيّن لهؤلاء السحرة والمردة والشياطين من الإنس والجن أنهم ليكون اختاروا الله جل وعلا واختاروا الدار الآخرة لكان خير لهم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله، خير لهم من السحر ومن الأهداف التي سعوا إليها عبر السحر لو كانوا يعلمون. ولكن الأهواء تعمي الإنسان. لماذا يسحر الساحر؟ جوج الناس يشاركان في الجريمة، الساحر وطالب السحر، واحد رجل ولا امرأة كيمشي لواحد العراف ولا واحد الكاهن ولا واحد الساحر باش يقضي له واحد الغرض. قلنا إذا لما يسحر الساحر ولما يطلب السحر طالبه؟ لغرض، لا شك عنده واحد الغرض معين. فغالب السحرة الاسترزاق، الساحر غالبا كيتخذوا وسيلة للرزق، إذن ها واحد الغرض بين في الغالب يعني. أما طالبه فلما كيتوهم بأن واحد الهدف ما يمكنش يوصل له إلا بالسحر، كيمشي يقلب على السحر باش يوصل له، وهذا من أكبر الأخطاء. طالب السحر لو أنه تريث قليلا، لأن شكون اللي مسوق للساحر؟ هم طلبة الكليان يعني، يكون ماشي الناس كيمشي للساحر، هذاك الساحر يجمع حوايجه باش يدبر على خدمة أخرى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شدد على طالب العرافة وطالب السحر كما بينا في الحصة السابقة من الأحاديث النبوي الشريفة: من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، ومن أتى عرافا ولم يصدقه أو كاهنا بطلت صلاته 40 ليلة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقد بينا هذا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم شدد على الناس اللي يمشيوا له، لأن اللي كيمشي لك كيعمر له السوق، ما تعمر له السوق ولو كنت فقط محبة أو مستطلعا، غير باغي تشوف يعني، حتى هذيك باغي تشوف ما ديرهاش، ما تمشيش عنده باش يمشي يبدل الحرفة. فالحقيقة المشكل الكبير هو في الذين يطلبون السحر. أما الساحر فذلك قد تشيطان فعلا، يعني صافي ولا الشيطان ولا إبليس. فإذا الساحر إنسان كيسترزق بواحد الأسلوب، يعني هو أسلوب الدجل، ما في ما يخدم، ما في ما يضرب تمارة، ما في ما يخدم، يعني عقله في الخير كيمشي يخدم عقله في الخداع، يخدع الناس. وأكبر العالمين ببطلان السحر الساحر، أول واحد كيعرف بأن السحر لا يجدي نفعا هو الساحر بنفسه، لأنه لو كان يجدي لا إجداه هو، يكون كان ذاك السحر كيدير شي حاجة يعني ويفيد زعما ويغني، يكون غنى راسه بعده. ولذلك تجدهم أوسخ الناس وأرضى الناس وأفقر الناس، سبحان الله العظيم، الأموال اللي يأخذوها ما فيها بركة، أفقر الناس والعياذ بالله، وأرضى الناس وأوسخ الناس. أما طالب السحر وهنا فشكل المشكل، هو مع طالب السحر إنسان كيمشي للساحر باش يقضي له الغرض، هذا جاهل بالله أولا، جاهل بالحياة وجاهل بالسحر، ما كيعرفش السحر شنو هو. يكون كيعرف السحر حقيقة وكيعرف الله قبل ذلك وبعده، ما يمشيش للسحر نهائيا.
فأما التأثير الحقيقي والفعلي للسحر فلا تأثير له البتة من هذه الناحية. وسنأتي إلى قول الله جل وعلا: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. طيب، أما أن يعني الإنسان هذا أي طالب السحر جاهل بالله، فجاهل بالله قطعا، لأنه كيخلي الجهة الفاعلة المؤثرة بحق، وكيمشي الجهة الضعيفة المتأثرة، مش المؤثرة، المتأثرة والمحكومة وليس الحاكمة، والمقهورة وليس القاهرة. لأن الله عز وجل هو مالك الملك، رب كل شيء، ومليكه سبحانه وتعالى قادر على فعل كل شيء. فشيء غريب جدا، بغيت هذا الأمر، هذا اللي بغيت تحققه، بغيت يوقع يعني بواحد صورة خارقة. والله عز وجل هو فاعل الخوارق، هو ربي عز وجل هو منزل المعجزات على الرسول والكرامات على الأولياء والصالحين، الشيء اللي ما يقدروش عليها السحرة ولا يستطيعونها إطلاقا ولا حتى يفهمونها. ما يقع لي، ما نقولوش الأنبياء لأن عمر بن أدم يوصل درجة النبوة، لكن ما يقع لي الناس الصالحين وعبر التاريخ، هذا الشيء لا ينقطع، هذا الخير ديال الكرامات لا ينقطع. ولذلك لو كان العبد فعلا يتعرف إلى الله حقا ويتذوق أسرار أسمائه الحسنى، من أنه سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الرزاق القهار الجبار، كل معاني التأثير في الكون موجودة في الأسماء الحسنى، ما كاين شيء شي حاجة شي حدث اللي وقع في الخيال ولا في الواقع اللي ما عندوش خيط من نور مرتبط به بالأسماء الحسنى. كلها أعمال النفع والضر مرتبطة بالله جل وعلا عبر ما بينه لنا من الأسماء الحسنى. ولذلك هذه الأسماء الحسنى لها من الأسرار ما لا ينقضي أبدا. لو أن العبد فعلا التجأ إلى الله جل وعلا ودعاه على قدر حاجته هو، أي ذاك العبد، من خلال الأسماء التي أنزلها الله سبحانه وتعالى في كتابه أو علمها لرسوله عليه الصلاة والسلام، يطلبه سبحانه وتعالى أن يكشف غمه، أن يفرج كربه، وأن يفتح له أبواب الخير فيما يريده. الله عز وجل يجيب هذا العبد إذا صدق الله سبحانه وتعالى في الطلب. وهذا الشيء جربناه وجربه كثيرون، أنك تدق باب الله تعالى بصدق وبتجرد وبافتقار، والله ربك لا يردك خائبا أبدا، ولو يكون في هذاك الشيء يعني الأشياء اللي ما تطيحلكش على البال أو أن عقلك يقولك مستحيل تحقق، ربي تعالى ما عندوش مستحيل أبدا، مستحيل عندي وعندك وعند الطاقة والقدرة البشرية، تمك المستحيل. أما قدرات الله جل وعلا وأمره سبحانه وتعالى للشيء إذ يقول له كن فيكون، فهذا لا يعرفه المستحيل ولا يصل إليه أبدا. ولذلك الإنسان فعلا لكي يعرف الله سبحانه وتعالى وكي يعرف اسماء الحسنى ويعرف عنده مشاهدات، يعني شاف الحقائق والأنوار ديال هذه الأسماء، فإنه لا يتردد أبدا في طلب ربه. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الشرط الواحد هو أنتما أي أيها العباد أقبلوا على الله بصدق. ولذلك قال بعد مباشرة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدوا. وهذه الآية عجيبة، وليؤمنوا بي ماشي زعما هذو راهو كفار، لا، ماشي قضية الإيمان هنا بمعنى الكفر، لأنه كيقول وإذا سألك عبادي، راه كيهضر على المسلمين بل على الصالحين من المسلمين، لأن الذين سألوا هم الصحابة. ومعروف أن هذه العبارة ديال العباد في القرآن تأتي غالبا للدلالة على الصالحين، فبشر عباد. وكثير تكلمنا مرارا على هذا المعنى من معاني علوم القرآن الكريم، نعم العبد، العبد والعباد كلها دل على السياق ديال الخير وديال الصلاح والتقوى والفلاح. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. إذن ها الخصائص اللي عند رب العالمين كيعطيها للعباد ديالو، ولكن الشروط اللي خصهم يديروها اللي كيطلبها الله تعالى من العباد: فليستجيبوا لي، فين ما طلبتهم يجيو، من يقول لك أجي أجي، وهي الصلوات الخمس وما بعدها من الفرائض، لأن العبادة كلها نداء، الحج نداء، الزكاة نداء، الصيام نداء، كله نداء، وعلى رأس النداءات نداء الصلاة: فليستجيبوا لي، بغيتني نعطيك ونكون معاك ديما، طلب تلقاني موجود، فليستجيبوا لي، لما نعيط أجي، إذا ناداك المنادي منادي الرحمن فلا ينبغي أن تتردد البتة. ومن كان هذا شأنه كانت فيه صفة من صفات الولاية، ولاية الله عز وجل، اللي ناديه الرحمن في المكان يحط خدمته ويجي الله تعالى، كان في متجره أو مكتبه أو في أي مكان نادى منادي الصلاة. الصلاة أولا أهم مراتب الولاية تتحقق بالصلاة الوقتية،
وقد بيّن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الشريف: وأحب ما يتقرب به العبد إلي ما افترضته عليه، وهي الصلوات الخمس. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، حتى يطلبني نعطيه، ولئن استعاذني أو استجارني لأجيرنه أو لأعيذنه. من لي يبغي أدي شي واحد ويعيط لله، الله يلقاه موجود بقوته وعظمته وسلطانه. وويل لليد التي تمتد إلى ولي من أولياء الله. إذن تبطل كيبطلها ربي تعالى، لأن الحديث مبدي بقوله عز وجل في الحديث القدسي على لسان سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. ما هي إلا جوج شروط. الشرط الأول: فليستجيبوا لي، من اللي يعيط لك ربي أجي، وليؤمنوا، وليؤمنوا بي، وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الإيمان ها هنا هو إيمان بالله بمعنى المعرفة والعلم بالله، كتعرف على الله تعالى، تعرف شكون هو، تعرف شكون هو، تعرف العظمة دياله والقدرة دياله، باش تخضع ويوقع لك اليقين بأنك لا طلبت الله في هذه المسألة ربي قادر يديرها لك. وربي سبحانه وتعالى له من القدرة والملك والملكوت والسلطان ما قهر به عباده في السماء وعباده في الأرض، لا يستطيع أحد أن يشد عن ملكه ولا قيد أنموله. وأي كافر، كنت كلمة على المسلمين، أي كافر ما يمكن له يتصرف ملك الله إلا بما أذن الله به. فإذا إذا كنت عبد الله رأى عندك كل شيء، أنت تملك أنائذ كل شيء، بما أنك عبد للذي يملك كل شيء. الملكية ديالك الأشياء هي بالتبع وليس بالأصالة. بحال العبد ديال، ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في الأمثال، العبد ديال الغني غني، والعبد ديال الفقير فقير، عشاه وماكلته ومع الفقير اش غادي يلقى، هو ملشي براسه ما عنده ما ياكل، والعبد ديالو يموت بالجوع. أما اللي في الدار الكبيرة راه واكل شارب حتى هو. ولله المثل الأعلى، إنما هو بيان للإفهام لا أقل ولا أكثر، ولا مشحة في الأمثال كما قال العلماء من قبل. عبد الغني، والغني الحقيقي هو رب الكون. أنت عبد من يملك كل شيء، من يقهر كل شيء، من هو غالب على كل شيء. ممن تخاف إذا؟ من الفقر، من أي شيء. ربي هو سبحانه اللي كيملك القلوب، كيملك القلوب ويجيب لك القلب حتى بين يديك، الذي يقلب القلوب، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يملك القلوب، ياك القلوب هي أصعب شيء. يمشي الإنسان للسحر باش يصنع المحبة أو يصنع الكراهة، يعني أشياء تافية تدل على الجهل، والله جهل، جهل بالله وجهل بالحياة الطبيعية. حياة الطبيعية وحقيقة السحر كيعرفوها شيء. يعني لما تجيب واحد المحبة مزورة، يعني ميكا صافي، واحد الكواتش ومركب والسلام. لأنه إنسان بغير إرادة، إذا جبت واحد الإنسان بغير إرادة ما بقاش بنادم. هذاك شيء غريب جدا، هذا الجهل اللي عند الناس سبحان الله. يعني الأذواق الحقيقية، ولكن ما بقت أذواق مع الأسف عند الناس إلا من رحم الله. الأذواق الحقيقية للأشياء اللي كتكون طبيعية فطرية، وتمثل الفرق بين وردة، وردة طبيعية باقية بالنداء ديالها وبالطراوة، ووردة ديال البلاستيك. يعني سبحان الله، هذه الوردة ديال البلاستيك لا تثير شيئا، لا ذوقا ولا جمالا إطلاقا في النفس، بينما الوردة الحقيقية الطبيعية يعني تبتهج لها القلوب والأنفس. ولذلك أشياء ديال السحر، الحقائق السحرية بحال الحقائق ديال البلاستيك تماما في كل شيء. أضف إلى ذلك أنها كتصنع الخلل في الحياة ديال الإنسان، كتصنع الخلل، وقبل ذلك وبعد ذلك تجلب غضب الله ولعنته. لأن الكافرة أو الساحر حال بحال، لأن الساحر لا يصل إلى حقائق السحر إلا بالكفر، وقد بيناه. وطالب السحر يشارك في الكفر فيكون آنئذ كافرا. من أتى عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم. لهذا إذن الإنسان فعلا اللي عنده الثقة في الله وكيعرف الله، ما كتعرفوش وتعرف له. إذن بدأ مشروع، مشروع 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 مسيرة للتعرف إلى الله، لتكتشف جمال الله جل وعلا وجلاله سبحانه وتعالى، والتعرف عليه. وهو سبحانه وتعالى فتح الباب للمتعرفين: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء بالله، علماء بالله اللي جربوا حقائق الإيمان وضبقوها ولقوها صحيحة وصادقة، ووجدوا الله تعالى عند الطلب، كل ما طلبوا كيلقوا الله تعالى كيجاوب، ولات عندهم واحد المعرفة حميمية قريبة بالله تعالى. الله ولا عنده سبحانه وتعالى له الجلال والجمال، ولا عند هذاك العبد يعني واحد حق، حق قريب معروف، معروف
يعرفه من خلاله، من خصاله، من إجابته، يعني سبحان الله يكاد يراه. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك حقيقة فعل الإنسان لو يعني بدل ذاك الجهد اللي كيبدلوه في طلب السحر وفي طلب السحرة، يعني تضيع الوقت كتار، يعني تعبد الله تعالى وتعرف عليه في وقت أوجز من ذاك الشيء اللي يطلبه منك الساحر. تمشي للساحر سيدير هادي ودير هادي والشروط، وتسنى الفلك الفلاني والنجم الفلاني ودبح هادي وقضي هادي، بينما في ليلة واحدة تقومها لله رب العالمين متجردا من الدنيا مقبلا عليه وحدك، تنفتح لك أبواب السماء في ذيك الليلة. رب العالمين في ثلث الليل الآخر، في كل ليلة ينزل ربنا كما في الحديث، كما يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، بلا تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل، لا شك في هذا، إلى السماء الدنيا. ربنا ينزل إلى السماء الدنيا وكيبدا يطلب العباد ديالو، هل من سائلين، كاين شي واحد كيطلب نعطيه، هل من سائلين فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه وأغفر له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، الشاهد عندنا أنه سبحانه وتعالى يعني يبسط يده لكل طالب وداع. أي سائل، أي طالب، أي راغب، أي راهب، تستجير بالله من شيء، تدعو على شيء، شو واحد ظلمك، توجه الله تعالى وتشوف فيه عجائب الله، والله لا تراها، تعجب يعني من ظلمك وكانت المظلمة حقيقية وبغيت تنتقم منه حق الانتقام، توجه لله، لأن الله عزيز ذو انتقام. إن الله عزيز ذو انتقام، انتقم لعباده، انتقم لأوليائه، وما تحقرش راسك، ما تقول شو ودي هذه الولايه، ما عرفينها، يا بعيد عمري ما نوصلها، هذا توهيم من الشيطان، الشيطان كيوهمك. وفي الحديث رب اشعث اغبار لو اقسم على الله لا ابره، حديث صحيح، يعني بنادم ما عندوش ما في حاله شو تحقره، ولكن اذا كانت له معرفه بالله صادقه، ماشي يعني شي علم كبير، لا، غير الصدق، عنده الصدق، يقبل على الله بصدق بكليه، يعني كله في خطره ديالو ديال الله، هو والذي الله سبحانه وتعالى، ويعبد الله تعالى بما أمر وكما أمر، فذلك إن شاء الله له مرتبة الولاية. ربي تعالى ما يردوش وكيدير له عساس وحرس، عساس قردكور من الملائكة يحرسونه أن سار وأن توجه ويرشدونه، عنده الحماية، هالحراسة كاينة، وزيد على الحراسة كيبدأ يبين له الرأي المزيان، كيعطيه الخواطر في كار أفكار ديال الخير، وإلى داز قدامه الشر كيقول له رد بالك هذا راه شر، فلا ينزلق بإذن الله عز وجل. والأحاديث في هذا أكثر من أن تحصى، ما عرفتش علاش الناس سبحان الله العظيم كيمشي ماشي للسهلة الواعرة، يسحب له السحر مش للسهلة أبدا، الأسهال والأيسار التعرف إلى الله عز وجل، الأسهال والأيسار دقوا باب القرآن الكريم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، هالعار غير يجي شي واحد يدق الباب ديال الرحمن يشوف ما يفتحلوش، ولكن فين الصدق؟ دق الباب بعزيمة وبصدق، ربك سبحانه وتعالى اسمه الفتاح، الفتاح العليم جل وعلا، علم ما في قلبك وعلم حاجتك، فهو يفتح لك باب الخير وباب الإجابة والاستجابة، سبحانه وتعالى هو الرحمن الرحيم. فإذا أجارك سبحانه وتعالى فلا أحد بعده يؤذيك، إلى ربي تعالى حماك وأعطاك الجوار دياله الأمان، عهد الأمان، وبقي الشيء أدى يوصلك. ولهذا من الجهل بالله أن يلتجئ الناس إلى الصحرة والسحر، وهذوك الصحرة يقعدبوهم ويكرفصوهم وما كاين نتيجة، والله ما كاين نتيجة أبدا. يمشي للساحر، شنو كيدير من هذا الإنسان اللي جاء عنده؟ كيردو عابد للشيطان وما يتفرقش معه، فمن عرض نفسه للسحر والصحرة تسلطوا عليه. اللي مشى ينعرض نفسه للسحر والصحرة يلصقوا فيه، يلصقوا فيه كل عام وكل شهر على حسب القناة ديال داك الساحر والقناة ديال دوك الشياطين من الجن والإنس، كل عام هو داي القرابين للضريح الفلاني ولا الحجرة الفلاني يذبح، ما يتفرقوش منه نهائيا. ولذلك كل مرة يجيه الأمراض والوسواس والمصائب ويخسروا له الشخصية النفسانية دياله ويركبوا فيه الفزع، وسبحان الله كلهم هاد الناس اللي فاتوا مشاو لهذه المصائب ديال السحر والصحارة كيكون عندهم أمراض نفسية ديال الفزع، فوبيا، دي كلهم مرض بهذا النوع ديال المرضى، دا تنفخ فيه كيطير، سبحان الله العظيم، أي شيء كتلقاه يفزعه ويتشائم من أي شيء، يدوز حداه شي خيال، هادي راهي تفسير عوج، يعني أي حاجة توقع له في حياته من الأشياء العادية اللي ما عندها معنى يفسرها بمعاني سيئة، لأن الشيطان ركبه. ولكن هو عرض نفسه، هذيك المثل اللي كيقول له اعطى رسول الحجام كيدير ما بغى، تماما هذا يقع بالضبط للناس الذين يلتجئون إلى السحر والصحرة. ثم لو أنهم عرفوا حدود القدرة ديال السحر والصحرة لا زهدوا فيهم إلى يوم القيامة. يكون تعرف القدرات ديال الساحر شنو هي، عمرك ما تمشي له. قدرات ديال الساحر هي الصفر،
وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. لا يستطيع ساحر في الأرض أبدا أن يغير طبائع الأشياء وحقائقها، هذه ما كيناش. ومن زعم غير ذلك فقد جهل أو كذب، إما جهل ما عرف شيء الحقيقة ديال السحر ولا كذب. يقول لك الساحر العصا كيرد حية، عمرها ما توقع العصا، خلقها الله عصا هكاك العصا، ولا تحية في خيالك أنت في عينيك، لأنك أنت استجبت، عندك قابلية باش تشوفها حية. أنت قابل يعني النفسية ديالك ضعيفة وعندك قابلية باش تشوفها حية، ما محميش ما محروس، يعني القدرة ديالك التركيزية والنظرية ما محروساش. فإذا بدالك فعلا ذلك فإنما هو توهيم من الشيطان، توهيم. ولما فعلا الإنسان كيكون في حالة غفلة أو في حالة ضعف، عنده استعداد يشوف ماشي غير الحية العصا ولا تحية، يشوف أشياء أغرب من ذلك وأعجب مما لا حقيقة له في الواقع. ولهذا الذي يصنعه السحر إنما يخيل للإنسان، يعني كيخيل القبح جمال، ويخيل الجمال قبح، يعني هذه من الأعمال ديال السحر والسحرة، يخيل إليه من سحرهم وأنها تسعى. فهذه الأشياء يعني هو تخيل لا حقيقة له في الواقع، لأن اللي كيقلب الحقائق واحد هو رب الكون. فالله تعالى إلا قلب العصا حية راه تولي حية حقيقية ومدلها يدك تلدغو، إذن فإذا هي تلقف ما يفكون. الحية اللي كانت عصا ديال سيدنا موسى فعلا ولات كائن حي، وبرهنت على أنها قادرة تدير الأفعال ديال الحياة الكبرى، هذيك الحياة الطويلة الكبرى اللي كتصرت حتى بندم، فبقت صرت هذوك العصي ذوك الحبال ديال الصحراء دي فرعون، بدأوا كيشوفوا فإذا بهم فعلا أدركوا بأنهم أمام سحر من نوع آخر، ماشي السحر اللي هو توهيم وتخيل، وإنما هو تحقيق. يعني رب العالمين اللي صنع سبحانه وتعالى، صنع الله اللي صنع الحقائق وخلق الحقائق، قادر في كل لحظة واحين أن يبدل حقائق الحقائق، كيبدل الحقيقة ماشي الخيال، لا حقيقة أخرى، كيبدل الحقيقة لحقيقة أخرى، فيجعل العصا حية والحية عصا والحجر شجرا والإنسان قردا أو خنزيلا، كما صنع بفساق بني إسرائيل، أردهم قردة فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، أردهم قردة حقيقيين نيت، وبقوا كذلك قردة حتى ماتوا، هكذا خلهم ربي قردة حتى جافوا وخنازير. لكن من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه ما جعل لهم أولاد، هذوك القردة والخنازير اللي مسخ منهم بني إسرائيل، خلقهم كاملين عاقيمين ما كيولدوش، قرد ما كيولدش ولا قردة ما كتولدش، وخنزير ولا خنزيرة ما كتولدش، وكاك تجافوا ما جعل لهم الله تعالى عاقب. لأنه شي خطرة الصحابة سولوا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، قالوا ليه واش هاد القرود اللي كاينين في هاد الزمان وهاد الخنازير، واش هما حفاد دوك اليهود اللي بكري ربي يردهم قرود وخنازير؟ قالوا لنا، قال لهم ما جعل الله لمسخين عقيبة، يعني شحال من حاجة اللي مسخها الله تعالى ما كيديرلهاش الخلف، ما يديرلهمش الأولاد، لأمرين هو سبحانه وتعالى يعلمه، لأن اللي داروا الجريمة هما، فعاقبهم هما، ما دلهمش الأولاد باش الأولاد عاودوا ما يتحملوش المسؤولية ديال الآباء والأجداد والعياذ بالله. نسأل الله العافية. الشاهد عندنا أن القدرة الإلهية لما تقلب الأشياء كتقلبها قلب حقيقي، ردو خنزير ردو خنزير ما بقاش اللعب. أما الساحر لا يستطيع، لأنه خص نعرفوا هذا الشيء من ناحية العقادية، اللي كيتوهم بأن السحر كيقلب حقائق الأشياء راه عنده مشكل بعدا في العقيدة مخه، لأن قلب الطبيعة إلى طبيعة أخرى ضرب من الخلق، نوع من أنواع الخلق، خلق خلق خليقة هذيك، والخلق صناعة خاصة برب الخلق، الخالق الكريم خلقه إذ يخلق سبحانه وتعالى، خلقه إذ يخلق الأشياء. شو هذه العبارة العربية شحال واعرة، تبدلت لي غير واحد النصبة رفعه ولا نصبة وخسر المعنى. يخلقه هي قدام ولا بالي ما بقى الصالح، ويخلقه هي المعنى اللي لا يقبل الله سبحانه وتعالى، حاشا سبحانه أن يخلق، بل هو يخلق ولا يخلق أبدا جل وعلا. فهو سبحانه وتعالى إذ يخلق الخلق له طريقان سبحانه، مما ذكر في كتابه، ذاك الشيء مذكور في القرآن وفي السنة النبوية، إما أنه يخلق الشيء من عدم، ما عمره ما كان كيقول له كن فيكون، وهو خلق الكون، الكون الأول اللي خلقه ربي لم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء البتاه، فقال للكائنات كن كون فكان من لا شيء. ويخلق الشيء من شيء، يعني الخلق التحويلي إن صح التعبير، أو الصناعي كيصنع سبحانه وتعالى، ولكن الصنع ديال الله بوحده، صنع الله الذي أتقن كل شيء. فالصنع أو الخلق دياله، الخلق دياله التحويلي، الخلق من عدم معجز، معجز كيفاش؟ يعني العقل ما عندوش القدرة يتخيله، احنا غير كنتخيلوه يعني بالتلقي، غير كنتلقاوه بأنه هو خلق من عدم والسلام،
أما زعما تصوروا في خيالك ها هو كيتكون ما تستطيعش أبدا، لا تستطيع. العقل ديال الإنسان لا قدرته على استحضار إنتاج شيء من الفراغ، ما يقدرش سبحان الله العظيم، لا قدرة له. ولذلك يعني مشي برنامج عاد سمعتوا هذه الايامات كيفسر هذاك الانفجار العظيم اللي يعني من الاشياء اللي تكلموا عليها العلماء في الوقت المتاخر هذا، يعني انه الكون تخلق بواحد الانفجار يعني من واحد النقطه واحده، هذيك النقطه كيقولوا هي من حجم الصفر. سمعت هذا الكلام بديت نتعجب سبحان الله العظيم، من حجم الصفر. علاش قالوا من حجم الصفر؟ لانه قال لك العقل البشري ما عندوش قدره يتصور شي حاجه اقل من الصفر، فقالوا من حجم الصفر باش يقولوا يعني من عدم، من لا شيء، قالوا من حجم الصفر هكذا قالوا. والله اعلم على كل حال المقصود بكلامهم. فالشاهد عندنا على وزان النص القراني والحديث النبوي الشريف انه يعني العدم الذي خلق الله منه الكون الاول ما يمكنش العقل يتصوره. تبغي تخيل يعني والو ما تقدرش، لان الصفر كون ماشي عدم، وجود وليس بعدم، والفراغ وجود وليس بعدم. فتبغي تصور شي حاجه ما هيش ماده، ما هيش فراغ، ما هيش صفر، اش هي؟ العقل لا قدره له على تصور العدم اطلاقا. بغيت تضرب شي مثال، انت وانا قبل ما يخلقنا الله اش كنا؟ لا شيء. ما تستطعش تصور الذات ديال قبل ان يخلقك الله جل وعلا، ما عندكش قدره نهائيه. استحضار العدم اذن امر مستحيل، ماشي صعيب، لا فوق صعيب، مستحيل، ما يمكنش. هذا الشيء منطق العقل البشري هكا داير. ثم هو جل وعلا خلق الاشياء من اشياء، وهو التحويل، كما خلق ادم من طين، هاطين وردوا كائن اللي هو الانسان. فهذاك الخلق من عدم العقل لا يستطيع تصوره اطلاقا، والخلق التحويلي وان تخيله العقل فانه لا يستطيع ان يفسره، ما يقدرش يفسره نهائيا. وفسر لنا الطين، وش من طين؟ أسوأ الطين وأخسع الطين من حماء مسنون. الحماء هو ذاك الطين اللي كيدوز فيه الماء المسخ، أعز الله ذكركم، يعني اللي يكون في المجاري، طين ديال الواد الحار، هذاك هو الحماء، طين ديال الواد الحار، أسود اللون ورائحة كريهة جدا. قال من حماء مسنون، مسنون يعني الريحة ديالو خامجة، ما تقدرش تشمو نهائيا. من هذاك الطين خلق الله تعالى الإنسان. اش طلع؟ يعني ماء وسخ، ما بقيش يوسخ بحال هذاك، طلع منه الجمال، يعني يخرج النقائض، الضد من الضد. يعني العقل البشري حتى هذه القدر ما يقدرش يعني يفهمها، الفهم مستحيل. تخيلها انت، تخيل كيعجبك، وتخيل الدماغ ديال الانسان من واحد الطوبه كي تخلق باذن الله وامره، تخلق الشعيرات الدمويه ديال الدماغ والخلايا الدقيقه ديال الدماغ والعين بتركيبتها بمائها باسرارها، كيف تنظر كيف تبصر، والجهاز العصبي كله بدقائق، شيء غريب جدا حقيقي يعني. وتكون الامعاء وتكون الدم، فاذا بي يعني في لحظه لما رب العالمين انفخ الروح في ادم فاذا به يصبح يتنفس، واذا به كائن حي من لحم ودم، ويبصر. هاد العينين عذب العينين ديالو طين، فاذا به يبصر الاشياء ويرى، واذا به يشعر بالحياه. يعني العقل صعيب عليه هادشي، صعيب. ولذلك الرب سميتو رب العالمين، وهادشي باش ربي استعبدنا وخضعنا. لكون العقل عنده القدره باش يتحدى العلم الالهي يولي العقل يعبد راسه، ما يعبدش رب العالمين. ذكرنا هذا إذن لبيان قدرة الله جل وعلا، وأن السحر أمام قدرة الله لا شيء إطلاقا، لأن السحر المآل ديالو في نهاية المطاف الخدمة ديال الشيطان، خدمة الشيطان. والله عز وجل قرر في القرآن إن كيد الشيطان كان ضعيفا، ضعيف ولا تأثير له. لما تشوف العظمة ديال الله الشيطان ما عنده تأثير، ولذلك رب العالمين قرر هذا في هذا السياق باش ما يبقاش شي واحد عنده الفوبيا ديال السحر، الخوف ديال السحر، يخاف السحر كأنه يخاف من رب العالمين. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني إذا حصل لك ضر أو نفعون فإنما الله أراد ذلك. ولو توجهت إلى الله حقا واتخذت الله ربا ما وصلك شيء البتة. قبل ما نجيو لهذه القضية ديال كيفاش أنه الإنسان يعني ما يوصلوش السحر بإذن الله عز وجل ولا الأداة دياله، غير نبينوا بعد بأنه السحر كذب، كله كذب، يعني هو حقيقة والحقيقة دياله كذب. تخيل أكبر السحرة في الوجود هم اليهود، وعبر التاريخ من زمان، من أيام سيدنا موسى وقبل ذلك وبعد ذلك، السحرة الكبار ديال الأرض الآن لهذه اللحظة اليهود. ولكن هذا السحر يعني يفيدهم، يحلوا غير المشكلة الفلسطينية، يشطبوا هذوك العرب اللي تما يقلعوا من فلسطين، هما كيجيو واحد الدري صغير يترعدوا منه. يعني الحقائق السحرية لا تأثير لها فعلي إلا في خيال الناس، يعني من اللي الشيطان يوصل لك لدماغك الخيال ديالك وراء سحرك، ما حد ما وصل لك المخوك راك بخير، نهار يوصل لك المخوك ويبدأ يفهمك وتبدأ تفهم له وتبدأ تقرأ عليه فقد سحرت وانتهى أمره، انتهى.
قبل ذلك لا تأثير له أبدا. فلذلك إذن يعني الحقائق السحر ما عندوش تأثير فيها. مجرى التاريخ لا يستطيع الساحر أن يغيره، واللي كيغير ويصنع مجرى التاريخ هو الفعل الإنساني الواعي، بنادم بالخدمة دياله بإذن الله عز وجل كيصنع التاريخ. أما السحر فلا تأثير له إطلاقا. فلهذا إذن الله عز وجل جعل لنا هذه الآية: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فإذن الضر الذي قد يفعله الساحر من بين ذلك كما قال الله جل وعلا: يفرقون به بين المرء وزوجه. تخيل كما قاله المفسرون في هذه الآية، كيدخل الرجل لدارو كتبدا تبان له ديك المرأة ديالو أقبح مخلوق، والمرأة كذلك يبان لها رجلها أقبح مخلوق، فتقع الكراهة ويقع الطلاق. ولكن الله عز وجل قال: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. أي الصحراء هم المضرورون بذلك أولا. كيف الإنسان حينما يلتجئ إلى الله جل وعلا يكون قد وقي، صافي عنده الوقاية، ما يوصله لا سحر ولا عين، لابس هذوك التبارد الحقيقية ديال الرحمن، يسميه الفرنسويين جيلي أونتيبال، يعني هذا الواقي من الرصاص. هذا موجود في كتاب الله وسنة رسول الله، لا يصلك آذن بإذن الله عز وجل. فليستجيبوا، رجعوا للآية الأخرى من البقرة: فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. من الاستجابة بالله أن تصلي المواقيت، من صلى الفجر الحديث النبوي الصحيح فهو في ذمة الله حتى يمسي، عندك لاسيرونس، عندك ضمان ديال النهار كامل حتى الليل، ما يوصلك والو بإذن الله عز وجل. خارج من دارك درت دعاء الخروج بأي شكل من الأشكال، بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الصيغة. الصيغة الأخرى: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو أجهل علي، أو غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. واحد الملاك كيهز الراية فوق راسك ويبقى يظلك اليوم كله، يسددك ويرشدك ويحفظك، يعني الأفكار ديال الخير هي اللي تجيك ويحفظك من أمر الله. كيتلقى شيطان بشيطان كيقول له: كيف لك برجل قد وقي وكوفي؟ لأنه الملائكة من اللي يقول هذا الحديث هذا كيقول له: وقيت وكوفيت، انت راك محمي من الوقاية ومكفي من كل هم وكل شر، كفاك الله الهم، كفاك الله الهم. فإذا متى ذكرت الله بصورة الفاتحة أو بآية الكرسي أو غير ذلك مما وردت به الآثار الصحيحة، هو عندك عود الضمان ديال الليل كامل حتى النهار. العبد الذاكر الله، العبد اللي كيذكر الله تعالى بأخصار الأذكار، ماشي زعما خاصها تكون عنده العرار مولا أطنان ديال الأذكار، شيء حسن، ولكن يكون عندك وعي وعلم بالله عز وجل ولو بأخصار العبارات، واخا غير عبارات قليلة، ولكن عندك حضور قلبي حقيقي مع الله عز وجل. وصاحب أوقات، صاحب أوقات يعني عندك مواقيت مع الله عز وجل، كلما ناداك لا يصلك شيء البته، بقات نازلة. شحال من واحد يكون قرأ الحديث ديال البخاري أن سيدنا محمد سحيرة، نعم سحيرة، وهذا الذي وقع لرسول الله عليه الصلاة والسلام هو ومثله كثير، سحر وناسي ومرض وسمم، بزاف ديال الأشياء وقعت له باش يشرع لنا. الله تعالى قادر باش يحمي من أي شيء. وحينما سحر النبي عليه الصلاة والسلام كان كيتوهم بأنه دار الحاجة ومازال ما دارهاش، كيتوهم بأنه دارها، يتخيل إليه شيء أنه فعل شيء ولم يفعله، ولكن التشريع حفظ الله، يعني ذاك التأثير ديال السحر ما وصلش للجانب ديال التشريع، يعني أنه جات آية أو جاب من رأسه آية، هذا لم يصح إطلاقا. ولكن بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر، هو واحد بشر، وباش نعرفوا بأنه هاد الرسول اللي رسولنا الله تعالى راه حتى هو كيتأثر بحال الناس باش كيشرع لنا، انسى الصلوات ديالو باش يورينا من اللي ننسى وحنا كيفاش نديرو، والله تعالى قادر باش ما يخليش ينسى كاع في خطرة. وكاين في الحديث الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: إنني لا أنسى وإنما أنسى لأشرع، باش نشرع عليكم ونبين لكم كيفاش ترقعوا الصلاة ديالكم، لأننا ما نساش هو عليه الصلاة والسلام، كيفاش نديروا نعرفوا احنا نرقعوا الصلاة من اللي ننساو؟ فربي تعالى نساه، ماشي الشيطان اللي نساه، لا الله تعالى نساه باش يشرع لنا. وأمراضه مرضوا، شحال من مرة كان كيمرض سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام باش يبين لنا كيفاش يصلي المريض وكيفاش يتعامل المريض مع العبادة ديالو ومع الناس ومع عباد الله. وهكذا سائر النقائص التي تقع للبشرية من الأشياء الطبيعية ومن الأشياء التي يحتاج إليها الإنسان جابها الله في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بواحد القدر كافي للبيان والتشريع، ومن ذلك سحره عليه الصلاة والسلام، ثم شفاؤه ونجاته باش يبين لنبي أنه السحر في نهاية المطاف كسائر الأمراض، شي حاجة يتعقد منها بنادم مسحور ما عندوش اللي يفكو، هذا كذب، كذب ما كاينش، ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. فإذا دير الاحتياطات، السحر كسائر الأمراض، دير الاحتياطات ديالك الربانية الذكرية الإيمانية
أولا أنت عندك الوقاية، حصل أن وصلك شيء بسهولة يلتجئ إلى الله عز وجل فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وانت غادي لرب العالمين وفيك الشك، عمرك ما تبرى. شي غريب جدا كيقول لك شحال واحد يجوني بالخصوص النساء ولا حتى بعض الشباب كيقول لك تابعيني بالسحر وكذا، وهذه جارتنا وفلانه بنت عمتي وبنت خالتي. طيب هي مشيت للساحر وانت مشيت لله، كيقول لك لا، واقع فعله يشهد انه لم يذهب الى الله عز وجل، وهي شغلها دارت ومشات بعد الساحر وانت شغلك ما درتوش. طبعا شيء طبيعي انها تلفك، فلذلك اذهب الى مولاك. هي مشات للساحر، انت سير لرب الساحر يقبضوا من قنته ويجيبوا الارض. شيء غريب جدا، العقيده ديال الناس تحتاج الى اعاده بناء. سبحان الله العظيم، راه بنادم تكون عنده شخصيه قويه بالايمان، شخصيه قويه بالايمان والله لا يصل شيء. وما هم بضارين به من احد الا باذن الله، وانما ياذن الله لحكمه، اما عقوبه مثل هذا العبد هذا، او يعني لابتلائه بابتلاء ليعرف الله عز وجل به. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.